بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم مره تانية. تعالوا بقى نشوف شويه امثله كده على الميثودز، وانتوا بقى تبدعوا فيهم كده وتوروني شغلكم، وتحاولوا تساعدوا بعض كده في الجروب وتتناقشوا في الحلول. اول مثال عندنا، الامثله دي من مرجع قوي جدا في الجافا، هديهولكم بس مش دلوقتي، فقدام شويه هديهولكم عشان الناس تقرا كمان، تتعود على القرايه مش بس انها تسمع فيديوهات. المثال بيقول احنا هنعمل exponential function. ايه موضوع exponential function؟ بيقول write a method، اسم الميثود ايه؟ بيقول لك اهو integer power، وطبعا لازم اسمها يبقى لازق في بعضه كده، وبتستقبل حاجتين ال base وال exponent. ال base اللي هو الاساس، وال exponent اللي هو الاس، وبت return ال value بتاعت ال base اس ال exponent. يعني هتاخد مثلا، هو بيشرح وبيقول لك مثلا لو انا اديت عليها واديتها 3 و4، هتحسب 3 أس 4 بكام، وترجع الناتج 3 أس 4 بكام. طب انت بقى عشان تحسبها انت في الميثود هتحسبها ازاي؟ 3 أس 4 يعني ايه؟ يعني انك تضرب التلاتة في نفسها 4 مرات، فانت هتضرب البيز في نفسه عدد مرات من الاكسبوننت. يعني لو الاكسبوننت 4 يبقى تضرب البيز في نفسه 4 مرات، وهكذا. بيقول لك هنا assume that، افترض ال exponent ال os is a positive non zero integer. ال exponent دايما ال user هيدخله عدد positive وما هو zero، يعني عدد موجب وما هو zero. integer and that base is an integer، وهيبقى عدد صحيح ما فيش كسور. خلاص، هو بيقول لك اشتغل على الفرضية دي. بيقول use a for or while statement، استخدم اللي انت عايزه for او while عشان تعمل loop، to control the calculation، عشان تتحكم في العملية الحسابية دي. don't use any math class methods، ما تستخدمش حاجة جاهزة وانت اصلا ما تعرفهاش دلوقتي لان انا ما اتكلمتش عنها. وبعد كده هتعمل ايه؟ incorporate this method into an application، استخدم الميثود دي في برنامج that reads integer values from user، هيقرا عدد من الاعداد من اليوزر للبيس والاكسبوننت، ويحسب الكالكوليشن عن طريق انه ينادي الميثود اللي اسمها انتجر باور. الموضوع سهل خالص وواضح جدا، هستنى الحلول بتاعتكم. خلاص، ماشي، احنا هننقي بعض الامثله. ماشي، ناخد المثال مثلا ده رقم 17 اللي هو even or odd. بيقول لك write a method، اسم الميثود ايه؟ is even that use the remainder operator، هتستخدم عملية باقي القسمة to determine whether an integer is even، عشان تحدد اذا كان العدد الصحيح هو زوجي ولا لا. the method should take an integer argument، هتاخد عدد صحيح and return true، والميثود بترجع ايه بقى؟ هترجع true لو كان العدد زوجي، وهترجع false otherwise يعني غير كده. وبعد كده incorporate this method، هتستخدم الميثود ديت في application بيقرأ عدد من اليوزر that input a sequence of integers، هيقرأ sequence من الاعداد من اليوزر، تمام، one at a time، يعني كل مرة هيقرأ واحدة، and determine whether العدد ده هو even ولا odd. بس احنا عملنا موضوع الاود والايفن ده قبل كده يعني، بس المره دي هتحطها في ميثود، والميثود ده هترجع true او false، فالريتيرن تايب طبعا هيبقى بوليان، وهتشتغل بقى لو هترجع true يبقى انت هتطبع لليوزر ده even، لو هترجع false يبقى هتطبع ان هو odd. الامثله دي انا مش هقراها، اللي عايز يعني يبص عليها كده ويحلها ماشي، انا هسيبها اهو وابقى واقف الفيديو واقراها. المثال رقم 20 بيقول لك اعمل حاجة بتحسب السيركل اريا اللي هي مساحة الدايرة، احنا عملناها قبل كده، بس انت هتحط الكود في ميثود وتقرأ اللي هتقرأ من اليوزر الراديوس اللي هو نص القطر، وتستخدمه عشان تحسب الاريا بتاع السيركل. خلاص، فاعملوها برضه. separating digits دي احنا عملناها، ازاي تفصل الارقام من عدد. خلاص، فبرضو فكروا فيها واعملوها، انا سايبه لكم اهو، فكروا فيها واعملوها. ده مثال برضو ظريف يعني بتاع temperature اللي هو بيحول من السليزيوس للفهرنهايت والعكس من الفهرنهايت للسليزيوس،
ودي القوانين بتاعتها. فانت هتعمل واحدة بتحول تاخد السيليزيوس وترجع الفهرنهايت، يعني هتاخد السيليزيوس اهو فتدخله الايكويشن دي فتطلع الفهرنهايت، او تاخد الفهرنهايت وتدخلها الايكويشن دي فتطلع لك السيليزيوس. انت مجرد بتحول اكسبريشنز لميثودز وخلاص. هعملوها برضو دي، احنا عملناها اصلا اوريدي بفايند المينيموم، بس عملناها العددين. انت عاملها بقى ايه؟ اعملها لثلاث اعداد. هو بيقول ايه؟ write a method that minimum 3 that returns the smallest of 3 floating point numbers. خلاص يبقى بياخد ثلاث اعداد floating point number ويرجع ال smallest. احنا عملناها العددين خلاص، فاعمله دي برضو. انا في بعض الامثله مش هقراها بس اعملوها. المثال ده مهم جدا، المثال ده مهم جدا في التدريب، اللي هو ال prime numbers. ال prime numbers اللي هي الاعداد الاوليه. امتى العدد يبقى اولي؟ لو ما بيقبلش الاسم غير على نفسه والواحد الصحيح. اعملوا ميثود ابعت لها العدد ترجع اذا كان اولي ولا لا. يعني واقروا بقى المثال، يعني بقول لك هنا بيعرف العدد امتى بيبقى برايم. بيقول write a method that determine whether a number is prime or not. فانت هتعمل ميثود بتحدد اذا كان العدد اولي ولا لا، ده اللي يهمني خلاص. وبعد كده هنا مثلا بيقول لك استخدم الميثود دي مثلا عشان تديسبلاي، تظهر الاعداد الاوليه اللي اقل من 10,000، عن طريق ان انت كل شويه تعمل لوب وتنادي عليها من 1 لـ10,000. لو العدد برايم يطبع انه برايم، مش برايم يطبع انه مش برايم. الريفرسنج ديجيتس عملناها قبل كده، اعملوها بقى كميثود خلاص. يلا كفايه عليكم كده، يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم.